باسم الجبار المتكبر الخالق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. وبعد أن سامحهم الله زايل موسى الغضب والتفت إلى مهمته الأصلية، وذهب إلى الألواح الملقاة أرضاً والتقطها لكي يقرأ ما فيها للعبيد. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأمسك موسى بالألواح وقرأ ما فيها على قومه، وأمرهم في البداية أن يأخذوا بأحكامها بقوة وعزم، واستمع الكل إلى الوصايا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ها هو يخرج من خيمته، هيا ادخل أنا سأقف هنا لأراقب الطريق. إذا رأيت أحدا قادما فلتسعل هكذا. اسكت اصمت اسكت، اتفقنا. Thank you.
نذهب بعيدا قبل أن يرانا أحد. ماذا تريد؟ هيا ابتعد. اهدائي قليلا، أريدك في حديث مهم. ليس بيننا أحاديث. أنا لقد جئت كي أطلب هذا أختك. هذا صحيح؟ نعم صحيح. إذا كان الأمر كذلك فأهلا بك. إن موسى من سيزوجنا. لقد سرق اللص كل ما وقعت عليه يده. ومتى حدث ذلك؟ البارحة عندما ذهبت للسوق، ولم أكتشف السرقة إلا في الصباح. إذن لقد كان يراقبك. نعم كان يراقبني جيدا. لو عرفت من هو السارق فسوف أهشم عظامه وأجعله يندم على سرقتي. هل أخبرت موسى؟ ما علاقة موسى بهذا؟ أليس في وصاياه لا تسرق؟ ومن الذي يفعل ما في الوصايا؟ هل تفعل أنت ما في الوصايا؟ لا. لقد قابلني موسى اليوم وعاتبني على ما فعل السامري في العبيد، وقال لي كيف أسمح بهذا وأنا من علماء بني إسرائيل. وماذا قلت له؟ ماذا أقول؟ لقد عبدت أنا كذلك العجل، إنها فتنة، وظني يحدثني أن موسى هو من أقام هذه الفتنة لكي يكسب العبيد إلى صفه أكثر. كيف بعد أن رأينا ما حدث بأعيننا ورأينا كيف نبذ السامري بعد دعوة موسى عليه؟ ليتني أفهم موسى وأفهم ما يفعله. إنه غريب الأطوار حقاً، وهل يعقل أن يعود إلينا بعد كل هذه المدة بمجموعة من التعاليم؟ لقد كنت أنتظر منه الخلاص والراحة وأن يجد لنا مملكة. لا لن يستطيع موسى أن يجد لنا مملكة، وأنا لن أؤمن لموسى حتى يطلعني على الأمر كله. أريد أن أعرف الأمر دون مداراة بعد كل هذا الغياب، ويريدنا أن نطيعه دون معارضة. كيف هذا؟ كيف؟ هل ترى هذين الرجلين؟ نعم إنهما من سرقاني، وهذه الأشياء التي يعرضانها للبيع هي أشيائي. هل أنت متأكد؟ وهل أتوه عن أشيائي؟ تعال معي وسترى أنها أشيائي. توقف! توقف أيها اللصان! أسرع! توقف! شالوم، هل ستأتي معنا؟
لا، لن أذهب معكم إلى الصحراء مرة أخرى، لقد تهت فيها ولا أريد أن أتوها ثانية. شالوم شالوم، هيا هيا لكي تأكل. لقد ذهب أصحابي إلى الصحراء يا أمي، ورفضت أن أذهب معهم. وهل تريد أن تذهب مرة أخرى لكي تتوه؟ لا، لن أذهب إلى الصحراء مرة أخرى. هل تعلمين يا أمي إلى من سيذهبون؟ من؟ إلى السامري. لقد جمعوا الحصى وذهبوا كي يرموا به خيمته. وبدأ قوم موسى في مساومته على الحق الذي أنزل في الألواح. انشر علينا الألواح يا موسى، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. نريد لكل واحد منا نسخة حتى نقرأ ما في الألواح بتأن وروية. نعم نعم نعم. ولكن موسى يقول لهم اقبلوا ما فيها، ولكنهم راجعوه مرارا، إلى أن أمر الله ملائكته أن ترفع الجبل، فرفعته فوق رؤوسهم كأنه غمام. ولما رأى العبيد الجبل كادوا يموتون من الرعب والخوف، خشية أن يقع الجبل عليه. لماذا تفعل هذا بنا يا موسى؟ وقال لهم موسى: إن لم تقبلوا ما في الألواح سقط عليكم ذلك الجبل. قبلنا يا موسى، قبلنا ما في الألواح يا موسى. نعم قبلنا يا موسى. ثم أمرهم موسى بالسجود إلى الله، فوضعوا خدودهم على الأرض وهم ينظرون لأعلى إلى الجبل بخوف ورعب. وهكذا أثبت قوم موسى أنهم لا يسلمون لله وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية باهرة تلقي في قلوبهم الرعب وتثني الأقدام نحو السجود. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.